فالمقدمة قبل ما ناخذ السؤال الخامس، من حلينا الواي General Solution، قلنا الجانب الهوموجينيوس حليناه بأحد الطرق، أما يعتمد على يعني الجذور، شفنا إذا الجذور imaginary يصير بدلالة الساين والكوساين، وإذا مختلفات تصير بدلالة الإكسبونينشيال، وإذا مشابهة بدلالة الإكسبونينشيال والإكس أو التي. هذا كان السكند أوردر، وإذا كان فيرست أوردر بأحد الطرق الخمسة اللي تعلمناها. ما يخص الهوموجينيوس بارت، ما يخص النون هوموجينيوس بارت، قلنا أكو جس يعني تيبل للجس إكويشنز. هذا الجس يعتمد على التايب، على التايب مال واي. فإذا هو التايب نوع ساين وكوساين، فيكون الجس بالساين والكوساين، وإذا كان بالإكسبونينشيال نفس الحال. هنا بالسيريز، بالباور سيريز، أخذنا ببداية المحاضرة عن نفس الحالة، نعطيها guess أنه الواي تساوي summation an x minus x naught over n. قلنا إذا عدنا الكوفيشنت متغيرات variable coefficients، هذا ما يخص الهوموجينيوس بارت. ما يخص أن الهوموجينيوس بارت أخذنا معالجة إلى الفوريي، فوريي ساين كوساين أو هو التوتال سيريز. هاي كلها مقدمة على أهمية الجس، أهمية الأسامبشنز، الفرضيات. فدائما كمهندس الفرضية لازم تكون مطابقة إلى نوع الجذر أو نوع البيس، القاعدة. فإذا هو كلنا نحكي على ساين والكوساين، فرضيتك لازم تكون بالساين والكوساين. هنا سيريز إذا كان عندنا بالساين والكوساين، فهذا الاعتيادي، الفيرجن الاعتيادي اللي بيها الأي نوت، بيها أي أن، بيها بي أن، وبيها كوساين أن أكس وساين أن أكس أو أن تي. هنا هم نفس الحالة، أن تي يعتمد على الاندبندنت فاريبل. فما عدنا بهاي المشكلة. أما نسوي له كونفيرجن، تحويل، كونفيرجن تحويل، من نريد دوال فرضيات وباستخدام الفوريي، بيها اكسبونينشيال ما بيها ساين والكوساين. فكأنه هنا مهمتنا بهذا السؤال كله هو تحويل الكوساين والساين هذا النوع، نحوله إلى نوع الاكسبونينشيال. فاحنا عندنا البروبرتي، الخاصيه الوحده او الفيتشر المهم، هذا اللي تكرر بكل محاضراتنا، اكسبونينشال ايماجينري اكس هو شنو؟ الكوساين اكس بلس اي ساين الاكس. ايماجينري ماينس الاكسبونينشال ماينس اي اكس هو كوساين اكس ماينس اي ساين الاكس. فاذا نسوي جمع بيناتهم، فكأنه الكوساين ان اكس هو نصف الاكسبونينشيال كذا، والساين ان اكس. فهذا كله ما تعرف عندنا من خلال هذا الجمع، كأنه حولنا الكوساين الى اكسبونينشيال وحولنا الساين الى اكسبونينشيال. عن طريق هذا اللينك، عن طريق هاي الريليشن، نقدر الفوريي سيريز نحولها من الكوساين، نحولها إلى الإكسبونينشيال. ما هي الفكرة؟ فأخذنا هنا الـ AN كوساين NX، BN ساين الـ NX، أخذناها عوضنا مكانها بما يساويها من هاي العلاقات. هاي العلاقات للتوضيح، يعني ما أطلبها من عندك من ضمن حل هذا السؤال، بس مجرد التوضيح انه شلون اجت الاكسبونينشال هنا. خليناها بمكان الكوساين ان اكس والساين ان اكس. ابسط، اسويها سمبليفيكيشن، استخرج العوامل المشتركه للاكسبونينشال الموجب والعوامل المشتركه للاكسبونينشال السالب. فصار عندي العوامل المشتركه كانه ثوابت اي ان وبي ان،
ونفس الحال هنا ثواب بس هي complex. هنا الثوابت الكوفيشنت هي complex بها real part وبها imaginary part. أفرضها اسمها cn وأفرض هذا بموجب dn، فتحولت من an bn تحولت إلى cn dn، تحولت من الكوساين nx ساين nx تحولت إلى exponential i nx exponential minus i nx. وهنا a0 حول إلى يبقى هو ثابت ومجرد رمز، مجرد رمز. فهذا التحويل اللي صار من الاعتيادي إلى complex form of Fourier series، هذا complex form of Fourier series. هنا ن cn شلون أوجدها؟ طبعا تمثل هي ال nn ال an minus ibn، فتمثل هذا زين. هي أصلا ال an تكامل وال bn تكامل، من أعوض بهن بالتكامل راح يطلع لي إذن المقادير. هنا نسوي بالورقة والقلم راح تشوف شلون إنه ال an أعوض التكامل الخاص إله، القانون اللي نعرفه، وال bn القانون أيضا نعرفه، يطلع لي بهذا الشكل. أطرحهن راح يطلع لي التكامل اللي يخص ال cn، نفس الطريقة التكامل اللي يخص ال dn. فكأنه cn وال dn تعرف للcomplex form مثل ما عرفنا ال an وال bn للgeneral form أو Fourier series. واضح؟ بس هنا cn والdn راح نشوف بما انهم exponential مشتركة اثنيناتهم، يعني مو مثل ذاك sin وcosine، هذاك exponential، فكأنه هذا يساوي النيجاتيف من هذا، يعني dn هو النيجاتيف من cn. فإذا هالشكل صارت اكو relation between يعني cn وdn، نقدر نستخرج عامل مشترك، نعتبر cn واحد وال وهنا الموجب والماينس، بدل ما من واحد إلى انفينيتي صار من سالب انفينيتي إلى انفينيتي، فاشتركوا بالإكسبونينشيال الموجب. فاختصر الكومبلكس فورم، اختصر إلى هاي الصيغة باعتبار أنه سي ان راح تكون من سالب باي إلى باي اف اكس إكسبونينشيال ماينس اي ان اكس. فهذا أيضا الصيغة النهائية لل complex Fourier series. هذا ردنا نوضحه قبل ما نحل هذا السؤال. نحتاج الcomplex Fourier series بأسئلة بها نوعية القياس، نوعية الفرضية بها exponential وليس sine وcosine، فنحتاج الصيغة المحولة. واضح؟ نشوف هذا المثال. يقول هنا find the periodic solutions of the differential equation. تبنا شباب بالامتحان العام، يعني بما انه صار عندنا هسه كم طريقه لحل المعادلات التفاضليه سواء كانت ordinary او راح نشوف البارشال differential equation، فهنا مطلوب السؤال هو يحدد الطريقه. فهنا من يقول لك periodic solution يعني يريدها على شكل سيريز الحل، وليس الحلول اللي كنا نعرفها بالفصل الأول باعتبار أنه هذا من الدرجة الأولى ومرتبة مثل ما رتبها برنولي، فيمكن إيجاد إلى حل طريقة برنولي باعتبار أنه الكائنات ثابت، فراح يطلع للحل دلالة هذا الثابت. بس هنا ما زال يقول periodic solutions، فراح تكون عن طريق الفوريي سيريز. واضح؟ حتى هنا نعطيك أنه 2 by period function، ال fx هي period function، فيعطيك two indications انه هذا السؤال ينحل بالسيريز. فشلون نحله؟ نكتب solution، نطلب فرضية لل fx، يعني نحولها نقول expansion، نطلب فرضية الcomplex form وليس الgeneral form. ايش اعطيناه هنا فرضية الcomplex form؟ ايش الفرضية هالشكل راحت بهذا النوع، يعني هنا يعني من اول نظرة تشوفها راح تطلع لي بطريقة راح تطلع لي عفوا يطلع الحل
مع الاكسبوننشال إذا حليناها بطريقة البرنولي أو طريقة المعادلة الخطية linear equation راح يطلع لي بدلالة الاكسبوننشال. فلهذا فرضيتنا بالسيريز صارت بالكومبلكس فورم اللي هي بدلالة الاكسبوننشال. فإذا الفرضية افتهمناها السي ان شلون نستخرجها من التكامل اللي حددناه مسبقا، وبعدها انه الواي اللي هو جنرال سوليوشن لهذا هاي المعادله الاو دي اي تكون بهاي الصيغه، وهنا حدود التكامل من سالب الى انفينيتي الى انفينيتي باعتبار انه صيغه موحده. هاي الفرضيه للواي اشتقاقها الاول راح يكون بهاي الصيغه، اذا عوض الواي ومشتقتها وعوض الاف اكس نفس الحاله، هذني ثلاث حدود اعوضها بالديفرنشال اكويجن كل واحد حسب مكانه راح انتهي بهاي المعادله. السميشن راح يختصر والاكسبوننشال نفس الحاله راح يختصر ويطلع بدلاله الثوابت، فاقدر استخرج الواي ان دلاله السي ان على اي ان بلس كي. من استخرجت الواي ان اللي هو مكانه هنا راح يطلع لي الجنرال سوليوشن للواي with respect to x، ما يطلع يعني بيها كل شيء معلوم، ما عندنا اي ثوابت باستخراجه. فهي هاي الفكره انه الفرضيه صارت بالكومبلكس لان اللينير هنا هي يطلع لي بالكومبلكس.